بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم السبت الموافق 23/4/2011، معنا أحد المجاهدين مدينة مصراتة الصامدة، الأخ مروان المصراتي، يروي لكم ما حدث في مدينة مصراتة هذا اليوم. تفضل أخ مروان. شكرا لك أخ هشام. في البداية أود أن أترحم على شهداء مدينة مصراتة الذين اليوم سقطوا في أرض المعركة. لا نقول سقطوا، بل استشهدوا بشرف، واستشهدوا من أجل هذه المدينة ومن أجل هذا الوطن الغالي. في البداية أود أن أتحدث عما حدث في شارع طرابلس اليوم في تمام الساعة 4 صباحا، يعني قبل صلاة الفجر. تمكن الثوار مدينة مصرات الأحرار من هجوم على عمارة بن صلاح، وهجوم على عمارة غباو، وسوق الخضار، سوق خضار أبو شعالة، وأسر العديد من كتائب القذافي، وتحصل الثوار على العديد من الغنائم منهم. وتم يعني بعض الجنود هناك لم يرفضوا الاستسلام وأطلقوا النار يعني في اتجاهنا، فللأسف الشديد تم قتلهم وتصفيتهم. كان هناك من ضمن الضحايا يعني العديد من المرتزقة، يعني تعرفوا عليهم في 3 أشخاص كانوا من النيجر وشخصين من مالي. بالنسبة لعمارة بن صلاح، دمار هائل حالة بالمنطقة ما بين صمافر الجويري وصمافر سوق الخضرة. كانت هناك دمار هائل، يعني منطقة بين هذه الصمافروين هي أكثر منطقة متضررة في مدينة مصراتة من جراء قذائف الهاون والمورتر بامب التي كانت تستخدمها كتائب القذافي على الأحياء السكنية. كتائب القذافي واضح أنها كانت يعني تستبيح الشقق السكنية وتسرق الملابس والذهب والغذاء من داخل الشقق، وتعتدي على حرمات الشقق، يعني مع أن الشقق كان لا يوجد فيها عائلات باستثناء بعض العائلات التي تم خطفها ووضعها في بدروم عمارة بن صلاح حتى يستخدموهم كدرع بشري، لكن الحمد لله تمكننا من تحرير هذه العائلات ووضعهم في بر الأمان. وما زالت لحد هذا الوقت يعني الاشتباكات عنيفة جدا بيننا وبين كتائب الطاغية القذافي. كتائب الطاغية القذافي الآن محاصرة تماما من جميع الجهات في مستشفى مصرات المركزي والعمارة القريبة من مستشفى مصرات المركزي، ما تعرف بعمارة أبو منيار. تم أسر العديد منهم وتم يعني قتل منهم، لكن الكتائب القذافي هناك ترفض الاستسلام. وأنا من هذا المنبر أحب أن أقول لجميع الناس الذين يستمعون إلى هذا التقرير على صف وعلى جميع القنوات الفضائية والقنوات الإذاعية المسموعة، بأن كتائب القذافي لم تكن تنوي الانسحاب من مدينة مصراتة، بل هي قاتلت حتى آخر جندي لها، يعني كانت تريد الدمار الهائل لمدينة مصراتة. ونحن نستنكر هذا ما قاله يعني وزير، ما لا أعرف ما اسمه، قاله في قناة القنفود على أساس أن قوات الجيش الليبي انسحبت وسنترك القبائل لتتعامل مع هذا الوضع. كلنا يعرف أن القبائل المجاورة لمدينة مصراتة، وأنا لا أحب هذه كلمة قبائل لأنها تعتبر كتمييز، يعني كلنا ليبيين وكلنا أحرار مثل أزليتن وبني وليد، هذه قبائل حرة وهي تنتظر فرصة سانحة لها حتى تنضم يعني وتفك الحصار التي فرضه القذافي عليها من حيث انتشار القناصة فوق أسطح المباني وحظر التجوال في العديد من المناطق. يعني هي تنتظر أقل فرصة، وهذه ادعاءات كاذبة من قناة الليبية والقنوات الأخرى التابعة للنظام المنهار لتبرير الهزيمة التي ألحقناهم بها هنا في مدينة مصراتة. انتصرنا عليهم يا أخي هشام انتصارا كاسحا والحمد لله. يعني تم تدمير اليوم العديد من الآليات المتمثلة في الدبابات الموجودة داخل سوق الخضار.
أنا شاهدت بأم عيني عدد 8 دبابات يعني كانت يعني شبه مستعدة للخروج لإحداث دمار هائل في مدينة مصراتة، لكن الحمد لله تم يعني السيطرة على المكان بالكامل وتم تفجير هذه الدبابات. وكانت هناك دبابتين أخرتين يعني كانت في داخل المحلات التجارية، كانت تختبئ من حلف الناتو، وكانت بعد عليها بعض الخيم وبعض الأشجار حتى لا يراها طيران الناتو ويتم قصفها. نعم أخي مروان، حدثنا عن رحلتك اليوم التي مررت بها في رحلة تصويرك في أثناء تمشيط شارع طرابلس. لاحظ أخ هشام في تمام هذا اليوم انطلقنا فريق التصوير في فريدم جروب والفريق الإعلامي واللجنة الإعلامية في مدينة مصراتة، انطلقنا للتصوير وتمشيط أرض المعركة مع توار مصراتة حتى ننقل الحقائق يعني وقت وقوعها لكي يرى العالم حقيقة التوار، يعني كم هم يعني ليسوا لا تنظيم قاعدة ولا يعني جماعات إرهابية. التوار اليوم كلنا رأينا مقطع الفيديو يعني كانوا يمشطون المناطق الواقعة في شارع طرابلس والعمارات، يعني يمشطون ويقولون سلم تسلم، يعني سلم تسلم زي ما سلموا أخوتك. يعني هذه احنا مسكنا عديد منهم والحمد لله اخذناهم يعني للجنة العسكرية واللجنة القضائية لمدينة مصراتة التابعة للمجلس الوطني الانتقالي، وتم يعني التحفظ عليهم وسيتم التحقيق معهم، وإن شاء الله عندما تتحرر ليبيا بالكامل سيتم إطلاق سراحهم، يعني لأنهم هذم الشباب كانوا مغرر بهم باستثناء يعني المرتزق الأجانب الذين أتوا من أجل المال وليس من يعني لم يكن مغرر بهم لكن أتوا من أجل القتال من أجل المال، سيتم يعني محاكمتهم محاكمة عادلة وفقا للدستور الليبي الجديد إن شاء الله. نعم أخي مروان، ماذا عن الخبر الذي سمعناه هذا اليوم؟ خبر عاجل وخبر جد مفرح لكل التوار في ليبيا، خبر إمساك أسر الضابط آمر كتيبة زليتن رمضان بشير، هل لديك أي معلومات عن ذلك أم ليس بعد؟ والله يا أخي هشام وصلتني بعض المعلومات تقول أن تم أسر قائد كتيبة زليتن رمضان بشير وعدد يعني 50 جندي ممكن أو ما بين 50 و60 جندي تم أسره، ويعني لكن لم يتسنى لنا تأكد من صحة الخبر نظرا لانقطاع الكهرباء في مدينة مصراتة وصعوبة المواصلات نظرا للمباني المدمرة، وهناك بعض المباني المفخخة ويعني كانت صعوبة التنقل والتأكد من الخبر. يعني إن شاء الله سيتم بعد قليل التأكد من مصادر موثوقة في مدينة مصراتة هنا وبالأخص اللجنة الإعلامية واللجنة القضائية، وسيتم الإعلان عن الخبر إذا كان صحيحا والتأكيد عليه إن شاء الله. نعم أخي مروان، شاهدنا اليوم وللأسف عدد كبير من الشهداء، إلى الآن 23 شهيد سقطوا في مدينة مصراتة، ما سبب هذا العدد الكبير من الشهداء هذا اليوم؟ والله أود أن نترحم على الشهداء، الشهداء هم أبطال من مدينة مصراتة قاموا يعني بحماية بعض العائلات أثناء خروجها من منطقة الجهانات، ويعني التي تعرضت اليوم لقصف عنيف من قنابل البومب مورتر بومبز اند وقنابل الهاون والقنابل الانشطارية وغيرها، يعني كانت كتائب القذافي محاصرة داخل المستشفى وهي تحاول استخدام جميع الأسلحة التي لديها. كنا نلاحظ كأن كتائب القذافي كانت يعني تود أن تقول رسالة لنا أننا سنحرق كل شيء قبل أن نستسلم أو قبل أن سنقاتل، يعني سنحرق كل شيء، وقاموا بإطلاق العديد من القنابل المتواصلة لمدة أكثر من 4 ساعات على منطقة الجهانات ومنطقة زمورة والعديد من المناطق التي قريبة من مستشفى مصراتة المركزي.
نعم، في الختام أخي مروان، نود منك أن نعلم بصعوبة الاتصالات التي تواجهونها، وصعوبة وكثرة انقطاع الكهرباء لديكم، وصعوبة المواصلات، ولكن نتمنى منكم أن تفيدونا بأي تسجيل أو فيديوهات لهذا الخبر. إن شاء الله أخي هشام، أود أن ننوه في هذا اللقاء، أود أن نقدم شكر كبير لجماعة الناس الذين يشتغلون في حماية البيئة. اليوم انضموا شباب يعني كانوا يشتغلون في الهيئة العامة لحماية البيئة سابقا، والمسؤولون الآن تم إقفال وسط المدينة بالكامل نظرا للروائح الجثث المتحللة وخوفا من الأوبئة. انتشر الآن فريق مكون يعني من ممكن من 12 شخصا، ومعهم بعض يعني المعدات التي تساعدهم على انتشال الجثث حتى يتم دفنهم ولا تنتشر الأوبئة، وحتى وانطلقت يعني بعض الفرق أخرى يعني لديها خبرة بسيطة في عملية تفخيخ الأماكن. كل يعلم أن عمارة تأمين فيها العديد من الأفخاخ نصبها كتائب القذافي، والعديد من الأفخاخ تم نصبها في سوق الخضار وعمارة غباق. أود أن أشكر كل هذا المتطوعين للقيام بهذا العمل، وإن شاء الله يتم بناء مدينة مصراتة تحرير ليبيا إن شاء الله، وستكون تكون أجمل من أجمل المدن كدبي والدوحة إن شاء الله. بإذن الله. شكرا لك أخي مروان على هذه المعلومات القيمة. شكرا جزيلا لك أخي شكرا.